تسمية ملفاتك على الدرايف. اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية إعادة تسمية ملفاتك على حسابك الخاص الدرايف. اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها أو سوف نقوم باتباعها. نحن الآن في الدرايف الخاص بنا أو في حسابنا الخاص. يكفي فقط أن نأتي إلى الأعلى، هنا نقوم بالضغط على 3 نقط، نأخذ هذا الملف على سبيل المثال، ثم نأتي إلى هذه النافذة هنا، نأتي إلى الأسفل، نقوم بالنزول، ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على إعادة التسمية هنا، وبعد ذلك يمكنك كتابة أي اسم تريد أن تقوم بكتابته لملفك الخاص هنا في هذا المجلد، وبعدها تقوم بإعادة التسمية ليتم تفعيل الاسم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر اللايك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.